وينضم إلينا من واشنطن أيضا لمناقشة المزيد حول التطورات في الأزمة الأوكرانية الدبلوماسي الأمريكي السابق بريت براون. سيد بريت، أهلا وسهلا بك ضيفا كريما على سكاي نيوز عربية. أبدأ بالحديث عن اللقاء الصيني الأمريكي المرتقب، برأيك ما هو المأمول منه وما هي ربما يعني أساس هذه المحادثات التي ستجري؟ أعتقد أن هناك العديد من الأمور، فالولايات المتحدة تريد أن ترسل رسالة إلى بكين بأنها لا ينبغي أن تقدم أي نوع من الدعم لروسيا، وهذا يتضمن الدعم العسكري وأيضا الدعم الاقتصادي. بالإضافة إلى ذلك، أعتقد أن البيت الأبيض يريد أن يوضح بأن أي نوع من الدعم سيتم التعامل معه بقوة. فسمعنا جيك سوليفان مستشار الأمن القومي في واشنطن يتحدث هذا الصباح عن تداعيات على الصين لو أنها دعمت روسيا. بالإضافة إلى ذلك، الصين، وطبعا كان هذا قد ذكر في نيويورك تايمز اليوم من قبل مسؤول صيني كبير، اقترح بأن الصين ربما قد تلعب دورا في التفاوض لحل الأزمة، والصين أيضا ربما لديها ورقة نفوذ كبيرة مع فلاديمير بوتين. إذن ربما هذه فرصة لأن يكون هناك نفوذ تلعبه مع كريملين. نعم فعلا، يعني العلاقات اليوم الصينية الروسية علاقات متميزة، وأيضا مع الولايات المتحدة. إلى أي مدى المصالح الصينية الاقتصادية اليوم التي يعني لديها ما بين روسيا والولايات المتحدة ستلعب دور في وضع الصين في يعني مكان الوسيط ما بين روسيا وأوكرانيا والغرب أيضا لحل هذه الأزمة؟ دعونا فقط نأخذ في عين الاعتبار بأنه في هذه المرحلة ومع العديد من دول العالم التي تجمعت بطريق واحد أو بجبهة واحدة لمعاقبة روسيا اقتصاديا، فالأمل الأخير لموسكو هو بأن تجد هذا الأمل في بكين. طبعا لو أن بكين لم تقدم الدعم الاقتصادي مثلا بشراء النفط الروسي وشراء المنتجات الروسية التي استبعدت من الأسواق العالمية، فطبعا الأمر لن يكون محتملا، وسيكون من المستحيل على الرئيس بوتين لأن يحافظ على مستوى اقتصاده. إذن الصين هنا يمكن أن تلعب دورا مهما في مسار السلام، يمكن أن يقول لبوتين بأننا لا يمكن أن نقدم لك ذلك الدعم إذا لم تتخذ هذه الخطوات، والصين بكل تأكيد تريد أن ترى نهاية لهذا النزاع. فمن الواضح بأن هذه الحرب قد أضرت باستقرار وأمن العالم، كما أنها تطرح أسئلة كثيرة على الصين نفسها. بالنسبة لبكين، هذه اللحظة المهمة لأن تقلب صفحة جديدة في علاقتها مع روسيا، ونأمل بأن تجلب السلام والأمن في علاقتها مع بقية العالم. نعم، وينضم إلينا الآن من الجزائر أيضا في هذا النقاش أستاذ العلاقات الدولية الدكتور زهير بوعمامة. وسيد زهير، أهلا وسهلا بك ضيفا كريما على سكاي نيوز عربية. نتحدث عن اللقاء الصيني الأمريكي المرتقب، برأيك إلى أي مدى بكين اليوم جاهزة للتعاون مع الولايات المتحدة لوضع حد للأزمة الروسية الأوكرانية؟ مساء الخير. أعتقد أن بكين جاهزة، ولكن للوساطة ربما لإيجاد مخرج لتسوية تنهي هذه الحرب. ولكن هل ستستجيب لما تريده واشنطن؟ أشك كثيرا في ذلك. ودعني أعود إلى أن الذي يجري هو تقريبا تطبيق لما سبق وقاله الكاتب توماس فريدمان قبل أيام على نيويورك تايمز، حين نبه بعد أن كتب مقالا قبل يومين وتكلم فيه أن الخلاص الوحيد ربما يكون بالتخلص من بوتين هكذا،
عاد ليقول بأنه واقعيا الخلاص ربما هو المرور ببكين، ببوابة بكين. لا أحد يمكن في تصور أعتقد القيادة البيت الأبيض الآن، وهذا ما عبر عنه فريدمان في ذاك المقال، لا أحد يمكن أن يؤثر على بوتين إلا الرئيس الصيني. لذلك تعول واشنطن الآن على جهد على دور في للصين في ربما التأثير على الرئيس الروسي القيادة الروسية لأجل أن توقف حربها. لا شك مقابل الاستجابة، لأنه لا يمكن أيضا أن نتصور بأن الصينيين سدج وسوف يسعون إلى ذلك، وهم يعلمون تماما أن بوتين لا يمكن أن يوقف الحرب من دون منجز سياسي، والمطالب الروسية معروفة في هذا الشأن. ولكن دعني أيضا ألفت الانتباه إلى أن إدارة بايدن كانت قد حاولت كما ذكرت مصادر إعلامية أمريكية حاولت أن تقترب من بكين، وجرى التواصل بينهم حين كانت الاستخبارات الأمريكية كما كنا نسمع جميعنا تتحدث عن أن نوعية المناورات والحشد العسكري الروسي غير المسبوق على الحدود الروسية الأوكرانية ينبئ بأن بوتين يفكر جديا هذه المرة في أن يحصل بالحرب على ما لم يحصل عليه بالدبلوماسية في موضوع الضمانات الأمنية التي كان يطالب بها أوكرانيا ومن ورائها الغرب بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية. حينها كما جرى تسريبه في عديد وسائل الإعلام الأمريكية، بكين سمعت وحاورت الأمريكيين، ولكن يبدو أنها نقلت كما يقول هؤلاء كل هذه يعني أو ما جرى وكيف يفكر، كيف تفكر وكيف تنظر واشنطن إلى موضوع عملية عسكرية محتملة قبل أن تجري في أوكرانيا إلى القيادة الروسية. ويكون هذا كما يزعم بعض الوسائط والإعلامية في واشنطن ساعد بشكل أو بآخر القيادة الروسية على أن تتنبه وعلى أن تتحضر لبعض ما كانت تفكر فيه الإدارة الأمريكية. أعتقد بأنه من الصعب على واشنطن وهي ترتكب ما قال عنه جون مارشن ماير واحدة من الأخطاء الاستراتيجية القاتلة حين فتحت قبل سنوات مع الإدارة السابقة إدارة ترامب، ثم تواصل ذلك عكس ما كان يتوقع مع إدارة بايدن حين فتحت باب المواجهة مع قوتين دوليتين مع 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 محورين مع قطبين كبيرين الآن هما الصين وروسيا. دكتور زهير، اليوم ما هي وسائل إقناع الكرملين ربما وبوتين، وما الملفات التي يمكن أن تطرحها الصين على روسيا لإيجاد حل لهذه المشكلة، وإلى أي مدى بوتين اليوم سيكون ربما يعني قابل للتفاوض بشكل كبير قبل تحقيق المزيد من الأهداف على الأرض الأوكرانية؟ أولا للأمانة ما نسمعه من بيانات الكريملين أن القيادة الروسية وهذا ما سمعناه اليوم جاهزة للتحدث حتى مع الرئيس، يعني الكريملين لم ينفي حتى الاستعداد للقاء بين الرئيسين بوتين وزيلينسكي عكس ما كان يتكلم عنه الكثيرون من أن بوتين يرفض تماما فكرة لقاء زيلينسكي. إذن الروس أعتقد لا زالوا يتيحون فرصة للحصول على تسوية، طبعا تسوية مرضية لهم وتحقق مطالبهم وأهدافهم الاستراتيجية في الحصول على ضمانات ليس فقط من الأوكرانيين إنما حتى من واشنطن بأن موضوع انضمام أوكرانيا إلى الحلف الأطلسي يجب أن يقبر تماما، موضوع تسليع أوكرانيا يجب أن يتم أيضا نسيانه، موضوع عودة أوكرانيا إلى أن تكون أو عودتها إلى وظيفتها الجيوسياسية كقطعة أساسية في منطقة the buffer zone المنطقة
طريقة الفصل بين الحدود الروسية وحدود الحلف الأطلسي التي امتدت كثيرا كما يعتقد الروس نحوهم شرقا؟ أعتقد بأن هذه هي المطالب وهي واضحة، والصين أيضا تدرك وقد عبرت حتى في الأيام الأولى لبداية هذا العمل العسكري بأنها تتفهم انشغالات موسكو في هذا الشأن، والكثيرون أيضا يعتقدون بأن الزيارة التي سبق للرئيس بوتين أن أجراها إلى بكين قبيل يعني إطلاق هذه العملية، والبيان الذي وصف بأنه غير مسبوق والذي يتحدث على أن البلدان مستعدان للانخراط أكثر نحو علاقات في مجالات لا حدود لها كما جاء بنص البيان، وهذا التلاقي أيضا بين رغبتين استراتيجيتين معلنتين الآن من الجانب الغربي أو من جانب روسيا، هي تريد أن تؤمن حدودها وتوقف زحف الحلف الأطلسي في إلى حدودها الغربية، وأيضا لا ننسى أن الصين أيضا تعلن على الأقل منذ أن نصت بقانون 2005 على أن موضوع تايوان يعني منتهي، وستعود هذه وهذا الإقليم كما يتكلم الصينيون إلى الدولة الأم إن بالسياسة أو بالحرب. وأعتقد أن بكين أيضا تراقب بشكل دقيق ما يجري الآن، وقد تجد فيه فرصة لكي تنفذ هي أيضا ما تريده، وهو إعادة ضم جزيرة تايوان إلى الصين. دكتور زهير، يعني وصلت فكرة، دعني أنتقل للحديث أكثر عن المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا، وسأنتقل إلى ضيفي من واشنطن الدبلوماسي الأمريكي السابق برات براون. سيد برات، يعني مفاوضات بين روسيا وأوكرانيا في جولة ثالثة مرتقبة، وبرأيك ما المنتظر من هذه المفاوضات، وهل سنشهد خرق وتقدم في ربما اتفاقات معينة؟ أعتقد أن هناك اتفاقا يمكن أن يوجد، حيث أوكرانيا ستقول بأننا لن نبحث عن الانضمام إلى الناتو، وبفعل ذلك فالرئيس بوتين يمكن أن يؤمن أحد أهدافه ويضمن تحقيقه، والناتو يمكن أن يحافظ على حقه في قرار من يكون عضوا أو لا يكون عضوا في الحلف، وحكومة أوكرانيا يمكن أن تتخذ القرار ربما بطريقتها. ثانيا، ربما حكومة كييف ستقول بالنسبة للآن فإننا لن نبحث أيضا عن العودة مثلا لوهانسك ودونيتسك، حيث الانفصاليون مثلا أعلنوا عن إقامة جمهوريتين وأيضا القرم. هذا لا يعني بأنهم سيتخلون عن تلك الأراضي، ولكن بهذه اللحظة سيطرحون هذه المشكلات جانبا. ربما نعم هناك اتفاق يمكن أن يتحقق، حيث موسكو ستستطيع أن تخرج بشيء وتقول بأنها قد حققت بعضا من أهدافها، ومن جانب آخر الحكومة الأوكرانية والغرب يستطيعون أيضا أن يحصلوا على السلام ويعيدوا النظام الدولي والاستقرار إلى أوروبا. أعتقد أن هذا ما يمكن أن نراه ربما في آخر جولة من المفاوضات بين الروس والمسؤولين الروس والأوكرانيين. وهناك مؤشرات من التقارير الأخيرة بأن بوتين منفتح على اتفاق بسبب طبعا ضعف أداء الجيش الروسي في أوكرانيا، فعليه أن يجد طريقة لحفظ ماء وجهه، لأنه لو استمرت هذه الحرب ورأينا الآلاف من الجنود الروس والأناف من الدبابات والحوامات الروسية التي تنفجر من قبل القوات الأوكرانية، فهذا سيكون صورة فظيعة لبوتين الذي حاول أن يظهر نفسه قويا
وإذا بوتين أعتقد بأنه يكافح الآن ويعاني بسبب سوء أداء جيشه في أوكرانيا. طيب دكتور زهير، يعني سأتوقف عند هذه النقطة التي طرحها الدبلوماسي الأمريكي السابق برات الآن، وهي أن بوتين يريد إيجاد حل بسبب ضعف قواته وأدائه على الأرض في الأزمة الأوكرانية. هل برأيك هذا هو واقع الحال اليوم على الأرض، أو أنه ربما العقوبات الاقتصادية التي فرضت على روسيا اليوم ترهق بوتين أيضا، بالتالي هو بحاجة إلى إيجاد حل في أسرع وقت؟ سأجيبك بشكل مباشر، أكيد لا، وكأنه بضيفك من واشنطن يتابع نزاع آخر وبمعطيات أخرى. الحقيقة أن القوات الروسية هي التي تسيطر على السماء وتمنع حتى الناطو واشنطن من أن يتحدثوا صمتا وهمسا عن موضوع حظر الطيران الروسي. العاصمة كييف محاصرة تماما، الجيش 30,000 أوكراني من الجيش الأوكراني محاصرون في الشرق الأوكراني، والآن كما جرى اليوم وتابعنا هناك قصف في الجهة الغربية أوكرانيا، تدمير هذا المطار الذي كانت تعول عليه بولونيا ربما، وإن كان نتوقع أنها ستراجع حساباتها بعد أن رأت موقف واشنطن من موضوع تسليمها لطائرات الميغ 29 كما تابعنا بشكل غريب في الأيام الماضية. أعتقد بأن بالعكس تماما، كما يقول جميع المحللين بما فيهم داخل الغرب من الموضوعيين، ما يفعله الروس يجعل قضية سقوط كييف مسألة وقت فقط. ربما موسكو نعم تتأثر بالعقوبات الاقتصادية، هذا لا شك فيه، ولكن الروس بوتين والقيادة الروسية لديهم أولوياتهم، وأولوياتهم هي استراتيجية وجيوسياسية، وهم في سبيل تحقيق هذه الأهداف. وقد ذكر بعضها ضيفكم من واشنطن، نزع سلاح أوكرانيا وتحييدها، إعادتها إلى أن تلعب دور الحياد، بمعنى أن تسقط من أجندتها موضوع طلب الانضمام إلى الناتو، وهذا أصبح واضحا في كلام الرئيس زيلينسكي نفسه حين قال بأننا لم نعد نرغب في الانضمام إلى حلف لا يستطيع أن يساعدنا الآن. ثم أشياء أخرى، حتى العقوبات الاقتصادية، طالما أن الغرب، طالما أن أوروبا تحديدا، لأن واشنطن يبدو أنها مستفيدة وغير متأثرة بهذه العقوبات، طالما أن سعر الغاز والبترول وصل إلى ما وصل إليه، طالما أن خزائن موسكو تمتلئ بعوائد ما تصدره عبر أنابيبها، وللمفارقة هي الآن الأنابيب تعمل بشكل كامل 100% 100%، طالما أن مليارات، مئات المليارات تأتيها، فأعتقد بأن الحديث وتضخيم أطر هذه الاقتصاد العقوبات، وكما ذكر بعض الأمريكان أنها المكافئ في الأطر للعمل العسكري الروسي. أعتقد بأن الأمر مخالف ويجعل كلام ضيفكم غير دقيق. الذي يريده بوتين التالي، يعني يريد أن يحقق الدبلوماسية، نعم أن أطرح يعني مواضيع أخرى، لا يريد أن يوغل أكثر، ولا يريد أن يستدرج إلى 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 نعم. إلى حقل، يعني يستنزف قواه، هذا ممكن، ولكن أعتقد بأنه في المفاوضات كما نعلم الذي يحددها ويحدد نتائجها هو ميزان القوى على الأرض، وليس ما يقال أمام الكاميرات وفي الإعلام، وميزان القوى الآن واضح جدا. طب سأنتقل من جديد إلى واشنطن وإلى ضيفي بريت براون، ولأتحدث هنا عن تطور ميداني جديد، عن قصف الجيش الروسي لمعسكر غرب أوكرانيا يعمل فيه مدربون أجانب وآخرون تابعون للناتو. ما الرسالة التي أرادت روسيا إيصالها في هذه العملية العسكرية؟ أولا قبل كل شيء دعني فقط أوضح بأن هذا ليس جيدا، الأداء ليس جيدا لروسيا، فعدد الضحايا
وعدد القتلى وخسائر المعدات، فالأرقام كبيرة وصادمة، فهذا يمثل إخفاقا بالنسبة لروسيا بكل تأكيد، وليس هناك صورة واضحة بشأن ما إذا كان الرئيس بوتين يمكن أن يسيطر على أوكرانيا. أعتقد أن الشعب الأوكراني وحكومة أوكرانيا أظهروا بأنهم لن يخضعوا لروسيا. ليس هناك أي سيناريو حيث إن الأداء سيكون جيدا لبوتين وأنه مثلا سيحتفل في كييف. أما بالنسبة لماذا روسيا مثلا اختارت أن تضرب مركز التدريب ذلك، ومن المهم أن نقول بأنه لم تكن هناك أي مدربين من الناتو هناك. أعتقد أن هذه رسالة بأن الأمور ليست جيدة أو لا تسير جيدا في المعارك الأخرى، وأن بوتين يتطلع ربما لجبهات أخرى يمكن أن يحقق فيها تقدما أكثر. وأعتقد أن هناك مخاطر لأنه يحاول ربما أن ينشب نزاعا مع الناتو، وربما ليجعل هذه الأزمة التي طبعا يحاول أن يوسعها أو يوسع نطاقها، ولا تكون فقط أوكرانيا أو روسيا تؤدي أداء باهتا في أوكرانيا، ولكن لتدخل في نزاع مباشر مع الناتو. ولذلك من المهم بالنسبة لواشنطن وحلفائنا الأوروبيين بأن ينظروا الآن ما هي الخطوات التي ينبغي اتخاذها حتى نعزز الدفاعات داخل حلف الناتو، وأيضا لنتخذ خطوات إضافية تسمح لنا بحماية المدنيين في أوكرانيا، وأيضا لنقلل من احتمال بأن نرى ربما صاروخا يطلق من روسيا بشكل متعمد أو غير متعمد ويتجاوز حدود الناتو. أعتقد بأنه ينبغي تعزيز دفاعات الناتو وتكون هناك مسيرات وقدرات أكثر، وأيضا مع ربما معدات عسكرية أخرى. أعتقد أن الأوكرانيين قد أدوا أداء جيدا بالمعدات التي قدمت لهم بصواريخ ستينجر وصواريخ جافلين، وهم يريدون ربما عددا أكبر. الآن هناك حديث عن إرسال $200 من المعدات، طبعا الوزير بلينكن ذكر ذلك، فعلينا أن نقدم ملايين الدولارات من المعدات العسكرية الأمريكية لنقدمها إلى القوات الأوكرانية. كل هذا الولايات المتحدة وحلفائها عليهم أن يحضروها ويتحضروا لكل السيناريوهات المحتملة. وأنا تعلمت من العمل الذي قمت به في البيت الأبيض في غرفة العمليات أثناء الغزو الروسي الأول لأوكرانيا بأن بوتين سيتطلع لكيفية لفت انتباهنا، وأيضا لنغض النظر، وأيضا حتى يبحث ربما عن خيارات أخرى ليوسع الحرب. إذن من المهم للناتو أن ينظر في كل الجبهات ويعزز كل الجبهات، ونستعد لما سيحدث لاحقا. نعم دكتور زهير، هل برأيك فعلا روسيا تريد أن تشعل الجبهة الغربية اليوم بالحدود مع بولندا، هذه الدولة العضو في الناتو؟ وهناك أيضا تصريحات لجيك ساليفان بخصوص يعني تفعيل المادة الخامسة لحلف شمال الأطلسي في حال يعني تعرضت ربما بولندا لأي إطلاق نار حتى رصاصة واحدة. أولا أنا أستغرب هكذا تحاليل. الثابت عندي أن روسيا أبدا لا تريد أن تصل إلى حدود الناتو. التاريخ والموضوعية تقتضي أن نقول بأن الذي أراد خلال عشرات السنوات الماضية أن يصل إلى حدود الآخر هو الناتو. الناتو هو الذي زحف نحو روسيا.
الناتو هو الذي أراد أن يصل حد أوكرانيا، الناتو هو الذي يطبق بالحرف ما قاله بريزيزينسكي في كتابه The Grand Chessboard، رقعة الشطرنج الكبرى، حين صرح بأن منع روسيا من أن تعود دولة أو قوة قارية puissance continentale ثم دولة عالمية هي أن نأخذ منها جوارها المباشر the near foreign، القريب، الخارج القريب كما يسميه الروس، بمعنى جمهوريات الاتحاد السوفيتي. وبريزيزينسكي كان يتكلم بشكل دائم عن استراتيجية قضم أوكرانيا وجورجيا. أوكرانيا لأنها أهم قطعة في آخر جدار الصد باتجاه الغرب الذي يفصل حدود روسيا عن الحلف الأطلسي، وجورجيا هي بوابة روسيا نحو البلقان، نحو القوقاز ونحو آسيا الوسطى كما نعلم. إذن الذي يفكر بأن يصل إلى الآخر أعتقد ليس الروس، إنما هم من في الجهة المقابلة. ما حدث حتى أجيبك بشكل مباشر في القصف اليوم في غرب أوكرانيا هو تنفيذ لما تحدث عنه الروس حينما جاءت الأخبار والتصريحات التي سمعناها بأن دول كثيرة وخاصة بولونيا بعد أن تراجعت المجر التي أعلنت بأن لا قبل لها ولا تريد أن تنخرط في موضوع أن تكون أراضيها ممرا للأسلحة باتجاه روسيا، لأن ذلك سيجعلها ربما هدفا أو يدخلها بشكل غير مباشر في المواجهة مع روسيا. روسيا قالت التالي: هذا الدعم خاصة بالأسلحة بالسينجر وبالجافلين كما تفضل ضيفكم غير مسموح، وكل القوافل التي يثبت أنها تنقل سلاحا إلى الأراضي الأوكرانية ستكون هدفا مشروعا للقصف والطائرات الروسية. الذي حدث اليوم هو تدمير هذا المطار الذي كان يعول أن يصبح نقطة متقدمة لأجل تطبيق ما تحدثوا عنه بالدعم وتسليح المقاومة أو الجيش الأوكراني حتى يستمر إلى 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 أبعد نقطة في الزمن. أعتقد بأن خبراءهم ومحلليهم يعلمون أن الروس لم يستعملوا كل قوة نيرانهم، لم يستعملوا كل قوة تدميرهم، لديهم هذا التكتيك اللي يفترض بأن يحصلوا على أهدافهم من خلال الحصار، من خلال الضغط، ومن خلال المراهنة على عقلانية القيادة في أوكرانيا التي اكتشفت وهم أن تعتمد على الناتو وعلى دول الغرب في مقاومة جيش بعيد عنها كل البعد بكل المقاييس الموضوعية. أعتقد بأن نعم. الذي حدث اليوم كما قلت ليس رغبة من الروس، وهم يعلمون خطورة اللعب مع الناتو لأن ذلك معناه بشكل مباشر حرب عالمية ثالثة، ومعناه حرب نووية، خاصة وأننا سمعنا بوتين يتحدث على تفعيل التغير الذي أحدث في المذهب النووي الروسي، بمعنى أن السلاح النووي عكس الغرب يمكن أن يستعمل في حده التكتيكي، وهذا خطير وقد يؤدي إلى انزلاق الأمور كما قالت الصين اليوم وخروج الموضوع عن السيطرة. إذن أعتقد بأن الأفضل للجميع أن يساعدوا في إيجاد تسوية سلمية يعني تأخذ بعين الاعتبار الهواجس الروسية في أمنها في عمقها الاستراتيجي كما يفعلونهم مع مناطق كثيرة جدا. نعم. في ستينيات القرن الماضي أمريكا كانت ستدخل في حرب نووية من أجل منع السوفييت آنذاك من وضع صواريخ في كوبا، وهذا معروف، هذا الأمر ينطبق عليهم كما ينطبق على غيرهم. وصلت الفكرة. الأفضل للشعب الأوكراني، لأوكرانيا، لأوروبا وللعالم أن يعمل الجميع على إيجاد تسوية مرضية للجميع، لا أن يحت وأن يعني يسكب الزيت على هذه النار التي قد تحرق الجميع في نهاية المطاف. نعم، الدكتور زهير بوعمامة من الجزائر، أستاذ العلاقات الدولية، شكرا جزيلا لك، والشكر موصول أيضا لضيفي من واشنطن الدبلوماسي الأمريكي السابق برات براون.